المرة اللي فاتت احنا بدأنا في الأورينت، كنا المفروض نخلص المرة اللي فاتت بس مش كده. معانا لسه مرة كمان نتكلم لسه على الأورينت داتابيز عشان نقفل الموضوع بتاعها. احنا كل اللي أخدناه حتى الآن في الأورينت بعد ما خلصنا الأورينت، يعني كنت بتكلم على اللي ما بين الأورينت وما بين البايثون، يعني خدنا ازاي نكونكت. تمام، عملنا هنا كونكشن، هكتب بس كده عشان بس نتذكر. يعني وبعد كده ازاي نكريت داتابيز جديده. تمام، وبعدين ازاي نكريت كلاس جوه الداتابيز. تمام، وبعد كده اخدنا ازاي نكريت البروبرتيز بتاعت الكلاس، خلاص اللي هو الاي دي والنيم والجوب والسلاري دي. بعد كده اخدنا الاضافه، ازاي نعمل اد. تمام، ازاي نعمل اد للامبلي، عملنا الاد بتاعتنا الاضافه، اشتغلناها على الجيسون خلاص. و تمام مش تمام، وهنا بنرجع عليها ناخد البيانات بتاعتنا اللي هي الاي دي والنيم والجوب والسالري والهاير ديت، ونبعتهم للداتابيز او للفانكشن وتشتغل الاد. بعد كده عملنا ازاي نجيب جيت دوكيمنت، بس انا حسيت ان احنا يعني جيت دوكيمنت ممكن تكون قلناها في الاخر كده وكانت المحاضره وكان الوقت بيجري، مش عارف عايزين ايه، ممكن اعيدها ولا ايه؟ هي تمام يا دكتور، خدناها في البوست مان. تمام. طيب انا يعني ايه، ماشي الحال، ماشي الحال. نخلي ايه، نخلي خليني اعيدها ومش اعيدها، يعني ايه، نعمل سيرش مثلا واكدنا بنعيدها ثاني، يعني في سيرش قريبه جدا من نفس المنطق، يعني من نفس المنطق. ماشي طيب.